عسلامة البنات. عسلام عسلام. قدموا لي رواحكم. نورهان فرح. نورهان وفرح انتم اخوات. مرحبا بكم حذينا. خلينا نحكي شويه على علاقه الاخوات ببعضهم، كيفاش يقسموا الادوار في رمضان؟ كل شيء مع بعضنا نعملوه، لما هي ديما تصبح رياضه. ايه الكبيره تصبح رياضه والصغيره تقضي. صحيح. علاش هكاك؟ مريضه. كيف عليك تسهر برشا؟ مريضه بالبخ. قداش اكبر من اختك؟ هي 17 وانا 19. تلفت لنا. ناي انت شنو تعمل كي تفيق؟ نفيق نقضي في الدار، نغسل الماعون، نحضر مع امي. ما كنتش مقسمين كيما الاخوات نهار بنهار الماعونه؟ لا لا لا، هي ديما هي. انا لا امبوسيبل. انت بعطيني الخارجه كبيره، هي اللي نورمالمون تعمل على الكبيره. اي انا تعطيني الخارجه والدوره. تحب التحويس؟ هاك تريفايا تاو. من وقتاش بديت التحويس في رمضان؟ من اول ليله هاي تاو نصلين ومازلت لنا معناها. وانت نطبعها ما نخليش وحده ديما معاها. اي لي ما نورمال راهي سبري برشا. كيفاش علاقتكم بامكم معناها؟ ما احنا وما صحاب عادي معناها، دوبا متمن علينا في هكا في وسط البلاد ندوروا معناها، ما فماش مشاكل عرك نورمال. ما تسكنوا بعاد ولا قراب؟ بعاد قراب. عندكم اخوات اخرين؟ اش زوز اخوات اخرين؟ بنات اخرين اكبر منكم؟ اي ولا معاملين عليهم هكا ولا؟ وين تمشي؟ وكان في المدينه ولا تمشي للبلايص؟ هنا سنتر فيل. احسن بلايص في رمضان؟ في رمضان المدينه. شنو هو سر غلاء القهاوي والاسوام؟ الدخله ب10,000 في 200 يقولوا، معناها الاسوام غاليه السنه في المدينه العربيه. غاليه بالرسمي، مرابط قهوه فيها 9,000 ديريكت. شنو تشربوا انتم؟ انا واحده كوكا. كيف نرجع لعلاقتكم بامكم، كيفاش صحاب انتم وياه؟ صحاب انتم وامكم؟ صحاب سبري برشا. خدمة ما عشتش لنا، ما عاش في دبي. انا سبري برشا. نحن برشا نقول لكم صحاب، ماكمش اخوات. معنا يغلطوا فين؟ ظهرتوا لي صحاب هكا فما شويه هكا. مع بعضنا معنا، مع بعضنا كل شيء، ما نخلوش معنا عبد يدخل بيناتنا، كل شيء مع بعضنا نعملوه. امكم ديما سهله؟ سهله على الاخ. تعرككمش؟ لا لا ما تلومنا، تنصحنا فيها. ام ما تعركش؟ علاش تعركهم مثلا؟ على خروج على الاولاد اكثر. والمروحه ما تحبش عندكم اصدقاء ولاد؟ تحب اما كتنصحنا ردوا بالكم، هذا الحق. تمشوش مع اللي يجي، مش لكلكم اصحابكم، حلوا عينيكم. في عمر هكا مراهقين مراهقات. صحيح. انا ملكه ديجا. هنين عليك. وانتي وقتاش؟ انا كيسهل ربي. تلقى راجل ما فماش هو موجود الراجل اما مازال ما جاي. صرت صغيره 17 سنه. انت 19. انت 19؟ اي هي تظهرش 17 وانا 19. وقتاش اخر مره لمتكم امكم يعني على حاجه عملتوها؟ اخر قبيله شويه قبل ما نخرج. علاش؟ على خروج. حاجه عملناها معناها قلت البارح روحنا مأخر. وقتاش مأخر؟ ما ثلاثة ونص. ثلاثة. ثلاثة ونص. عملوا ما قهوه لان فادي الج تربح لي كان سبب سحرتوا معناها لبرا. اي يعني قلت لي ربح لي كان سبب. هما برشا، هما خمسه يجيبها لهم. خمسه ولاد. اي هما زوج بنات. ما كثريه خاطر خرجت معنا اختنا الصغيره بالكل خافت عليه. هذاك عليه. عندكم اختكم اصغر منكم؟ اي عمرها 14. امكم عركتكم بيان سور خاطر روحتوا مأخر. كيفاش عركتكم؟ تصيح هي انا. علاش كنت لوم اكثر على الصغيره؟ صغيره بالكل. علاش؟ خاطر هي ديما تقول لكم خرجوني معاهم، وبعد كي تصير حكايه في الدار ولا مشاكل نحلو فيها نحن الزوز. عندكم اخوكم طفل اكبر منكم ولا اصغر؟ اكبر. ما قال لكم شيء؟ ماهوش لهنا يا خويا في الجزائر. نظمين حياتكم. الله. شكون تنصح الاخرى اكثر فيكم انتم؟ حاجه ديما ننصح. انا ننصح باش تنصحها مثلا على برشا حاجات. لا ميسي على ولاد ما عادش فما حب. راه عايشه قصه حب؟ ناي باس لما لك عايشه قصه حب على الاخر. حبيت تنصحها مثلا ما تعطيش لمن الكل. راه قليل. راه انا توا عندي معاه 6 سنين. من الناس قديش عرفته؟ ها قديش عمرك عرفته؟
الكوليج. ناخذ الكوليج. بترش روحك ما زلت صغيره في الوقت هذاك معناها على الحب والعلاقات العاطفيه؟ اه بترش روحك في الوقت هذاك صغيره على الحب والعلاقات العاطفيه؟ لا لا ما فيوش عمر. الوقت هذاك ما زلت صغيره معناها تخمم كان في القرايه. اه الصعب نتاع العائله و اكثر با ولا عادي شوي امك اصعب؟ لي ماما هي سبريرا كي حرشها بابا تولي كيك صعيب. اه كيفاش صعيب مثلا مع بابا اكثر من امنا معنا هما مطلقينه؟ اي ما انا عشت مع بابا اكثر من امنا وامي معنا كيما قلت لك مش معنا في تونس هذاك علاش. كانت حاجه عاديه بالنسبه لكم ولا اثرت عليكم انتوما؟ اثرت علي. قديش عمرك يطلقوا؟ اربع سنين. معناها حتى في عمر اربع سنين معناها مازلت صغيره حسيت هكا بحاجات قلقوك يعني؟ طلقتني في القرايه ويني امها فما اللي يقول يتيمه فما اللي يقول امها مش معها برشا معناها كلام يقلق. اما بابا عوض لي معناها برشا حاجات. معناها خاطر انت عشت عنده. بابا عوض لي معناها كان الام كان البو حتى خدمته خلاها معناها على خاطر نحن. كهو معناها معايا اخواتي معناها ما خلونيش. بحكم انا الكبيره. انت تمشي شويه عند امك تمشي شويه عند بوك. شكون علاقتك به اقوى؟ ديم بابا ديم. امك ما زلت في دبي؟ اه. معناها تجي شويه وترجع. تجي تو بعد رمضان جت بعدين رمضان وترجع. علاقتكم امك معناها صحاب عادي؟ اي. واخواتك هذول اللي هي اقرب وحده ليك؟ اقرب وحده. تحكيوا لبعضكم كل شيء كل شيء؟ كل شيء كل شيء. عباره اصحاب كل شيء كل شيء. هما الاصحاب ساعات يخبيوا على بعض؟ لا نحن كل شيء مع بعض. صحابي تعرفهم صحابها نعرفهم كل شيء مع بعضنا معنا. حتى كي بطلنا القرايه فرماسيا مع بعضنا نعم بطلتوها القرايه. حبينا نعملوا فرماسيا. حبينا نعملوا حاجه نعملها مع بعض. حاجه تحبوها؟ اه. شنو الحاجه اللي تحبوها؟ اه الحاجه اللي تحبوها والله اللي تحبوا تقراوها؟ فرماسيا كوافير جا نقرا فيه. انتي زاده معاها؟ اه امنا حلو باتسوري. اما فرد سانتر مع بعضنا. انتي مغرومه بالحلو؟ اه ديجا تو عندي عامين نقرا فيه. يعني كيفاش ترى روحك في المستقبل في الدومين هذا نتاع الحلو؟ نكمل فيه مادام عملت حاجه نحب. باش تبقى في تونس ولا تمشي بحذا امك؟ بحذا بابا ما نخليش بابا. في تونس. بحذا امي. من غير ما نسالك ظاهره. على ماما. خليني وتمشي معنا. اخلط. والله. علاقتكم نحسها قويه. على الاخر. وقتك باش تخليني. ليه خليها في حكايتها كان خليها. تكذب ما تعمليش. تعمليش. ها؟ انت قريبة من امك اكثر من بوك؟ اي انا قريبة. ماما اكثر هي. بالي. ليش؟ ما نهضموش. ليه تفادلك. والله. معايا نسعي اكثر واحدة. وهي عاشت مع امي. عاشت مع ماما. عندها عامين اللي تعيش معاها. مشيت لدبي عشت غادي. اي ما كنتش نعيش معاهم جمل انا لن. علاقتكم هكا؟ انا مع بابا وهي ديوا تميل لامي اكثر. شنو تحب تقول للوالد نتاعك بما انك تحبه؟ ربي يفضلك لي ربي يخليك لي ان شاء الله نرجع لك اللي عملته معايا اكثر. لما ربي يخليك وان شاء الله نتلقى. خلي لكم كلمه الختام كان تحبوا تقدموا تحيه لاصحابكم للفامي. ميرسي نقول لما حتى با يرحم. ميرسي نشكر صحابي برشا. ما عندي ما نقول فماش صحاب ما عنديش صحاب هنا. اي ربي يخلي لي عائلتي ربي يخلي لي خواتي. ميرسي البنات عايشك.